تعيش الجزائر في السنوات الأخيرة على وقع حركية اقتصادية غير مسبوقة ألقت بظلالها على جميع المجالات ذات البعد الاستراتيجي. في هذا السياق كانت السلطات العمومية أمام حتمية تطوير بنيتها التحتية للنقل، خاصة ما تعلق منها بالسكك الحديدية، بغية مواكبة النهضة الاقتصادية الجديدة وتلبية الاحتياجات الضرورية للاستثمارات الضخمة التي أطلقتها خصيصاً لتطوير الصناعة المنجمية. في شرق البلاد تعمل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية على تطوير الخط المنجمي الشرقي ليتلائم مع وظيفته الرئيسية في نقل المواد المنجمية بين مختلف وحدات مشروع الفوسفات المدمج، فضلاً عن تعزيز حركة تنقل المسافرين والبضائع على مستوى محور عنابة بسة وما يرافق ذلك من مزايا تنموية كبيرة. يعتبر مشروع عصرانات وازدواجية الخط المنجمي الشرقي أحد المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كونها تندرج في إطار تعزيز البنية التحتية المرافقة لمشروع الفوسفات المدمج، أين يشكل حلقة الربط الرئيسية بين وحداته الموزعة على طول الخط. بالموازاة مع التقدم المعتبر والوتيرة المتسارعة لأشغال العصرنة والازدواجية على مستوى مقطعه الشمالي الرابط بين عنابة وبوشجوف على مسافة 54 كيلومتر، وقرب إطلاق أشغال المقطع الأوسط الذي يربط بوشجوف بوادي الكبريت ذو الطبيعة الجغرافية المعقدة جداً، انتهت مؤخراً مؤسسة الإنجاز من أشغال الازدواجية على طول المقطع الجنوبي الممتد على مسافة 252 كيلومتر بين جبل العنق ووادي الكبريت في وقت تشهد فيه الجهة الجنوبية من الخط المنجمي الشرقي ورشات مكثفة لربط منجم بلاد الحدبة على مسافة 23 كيلومتر، إضافة إلى إنجاز خط اجتنابي مزدوج لتنوكلا ومدينة تبسة على مسافة 43 كيلومتر. أشغال الإنجاز التي انطلقت منذ 10 أشهر يتكفل بها تجمع لشركات عمومية برئاسة شركة كوستيدار للأشغال العمومية رفقة مؤسسات إنفراغاي سابتا وكوستيدار للمنشآت الفنية بمراقبة ومتابعة تقنية متخصصة لتجمع مكاتب الدراسات العمومية سيتي غاي وسيت سيتيف إلى جانب مخبر الأشغال العمومية للجنوب. شطر المشروع المتعلق بربط بلاد الحدبة على مسافة 23 كيلومتر والذي كانت أشغاله تجري بالموازاة مع أشغال العصرنة والازدواجية شهد منذ بدايته وتيرة سريعة جداً في الإنجاز، خاصة منها أشغال فتح الرواق وبناء المنشآت الفنية التي حققت تقدماً معتبراً إلى جانب المنشآت الهيدروليكية الضرورية، فيما تتسارع يوماً بعد يوم أشغال وضع السكة الحديدية. الشطر الآخر من المشروع والذي يتضمن أشغال إنجاز الخط الاجتنابي المزدوج عرف هو الآخر تقدم أشغال التسطيح بالتزامن مع تحرير النطاقات من أجل فسح المجال أمام الأشغال الكبرى والمنشآت الفنية الكثيرة. مشاريع استراتيجية للبنية التحتية للسكة الحديدية يجري تنفيذها بإقليم ولاية تبسة ستكون بلا أدنى شك دافعاً حقيقياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أثناء وبعد تجسيدها من خلال عديد مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها هذا النوع من المشاريع. هي مشاريع استراتيجية تتولى تجسيدها بالتخصص الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية التي تواصل تحديات البناء والتشييد من أجل غد أفضل.